مرحبا بكم، سنعرض لكم اليوم 10 أسرار لخدع سحرية تبدو شبه مستحيلة. معظمنا يحب أن يشاهد السحر ويشعر بالذهول بشكل عام ويظل يفكر كيف حدث هذا. أنا أريد أن أعرف، ولذا يا شباب سأكشف لكم كل أسرار السحر الشهيرة في العالم، ولكن من فضلكم اشتركوا في القناة وسجلوا إعجابكم بهذا المقطع. لنبدأ. قطع شخص بالمنشار إلى نصفين. هذه الخدعة من أشهر الخدع السحرية في العالم. معظمنا قد شاهد ساحرا ما يقوم بهذه الخدعة، سواء كان على الإنترنت أو في السيرك أو في عرض ترفيهي في مكان ما. ولكن خدعة قطع امرأة بالمنشار لنصفين هي واحدة من الخدع التقليدية كما قلت، وهناك نوعان من هذه الخدعة. الأول هو استخدام أرجل مزيفة، والثاني هو الاستعانة بامرأتين حقيقيتين. على ما يبدو أن استخدام نساء حقيقيات يضفي درجة من الواقعية للخدعة، حيث إن المرأة في النصف الثاني قد تحرك رجليها، مما يجعل الأمر يبدو واقعيا، حيث إن الأرجل المزيفة ستبقى ثابتة. الأمر لا يحتاج إلى شرح، فالصورة على الشاشة تشرح نفسها بشكل أفضل. لا أعرف كيف لم أكتشف هذه الخدعة منذ البداية، على الرغم من أن الخدعة واضحة جدا. رفع امرأة في الهواء. خدعة رفع امرأة في الهواء هي أيضا من الخدع التقليدية، ولها نوعان مختلفان أيضا. مساعد الساحر، والذي يكون غالبا فتاة ترتدي فستانا طويلا، لا تنسى هذه النقطة، ترتدي فستانا طويلا، تتمدد فوق طاولة، وبعد ذلك تتأكد بأن طيات فستانها تسقط على الأرض مخفية المسافة التي تقع تحت الطاولة مباشرة. يبدأ الساحر بعد ذلك رفعها فوق الطاولة من أجل إنجاح هذه الخدعة. يجب إقناع الجمهور أن الفتاة معلقة في الهواء عن طريق السحر، ولكن في الواقع ما حدث هو آلة رفع خاصة لزيادة الإثارة. يقوم الساحر في بعض الأحيان بتمرير طوق حول جسد مساعدته، ويجب أن يكون الطوق كبيرا كفاية كي يمر بشكل متكرر حول الفتاة دون أن يلمس آلة الرفع. خلال العرض يجب أن يكون الساحر دقيقا في الوقوف بطريقة تخفي العمود الذي يحمل المساعدة فوق الطاولة، أو ستفشل الخدعة تماما. شخصيا أنا سعيد جدا لمعرفة كيف تعمل هذه الخدعة، لأنني بصراحة لم أكن أعرف شيئا عنها. حينما تعرف سرها ستدرك وضوح الخدعة، ولكني أعتقد أن السحر صمم خصيصا من أجل إرباك المشاهد وجعله يتساءل كيف حدث هذا. التعرج. خدعة التعرج لها أكثر من نوع. خدعة منهم عبارة عن قطع امرأة بالسيف لنصفين، والتي ذكرتها توا، ولكن هناك إضافة أخرى، وهي استخدام 3 شفرات حادة لقطع جسد المرأة ل3 أجزاء، وبعد فعل هذا يتم وضع الجزء الموجود في المنتصف جانبا. كل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ هذه الخدعة هو 3 صناديق، حيث تدخل المساعدة في الصندوق السفلي، حيث تقف على فتحة مخفية تؤدي لحجرة مخفية أسفل أرضية المسرح. حينما يغلق الساحر كل فتحات الصناديق، تنزلق الفتاة من خلال الفتحة وتجلس القرفصاء داخل الحجرة. تتميز الصناديق 3 بفتحتين، إحداهما حقيقية والأخرى مزيفة. عندما تتكدس الصناديق فوق بعضها البعض، تشكل الفتحات الحقيقية بابا بشريا. على الجانب الآخر، صممت الفتحات المزيفة لتظهر فجوات عمقها 5 سنتيمترات. أعلم أن هذا مربك يا شباب، ولكن حاول أن تتخيل وحاول أن تفهم ما أقول، وستجد أن كلامي منطقي. داخل هذه الفجوات توجد أجزاء من عارضات، والتي تتوافق مع أجزاء مختلفة من جزع الفتاة الحقيقية، وترتدي نفس الملابس الرياضية التي تعطي مظهرا مماثلا لملابس الفتاة الأصلية. وعند بدء الأداء يقوم الساحر بأخذ أسفل كل صندوق من 3 صناديق العليا بانتظام، ثم خلطهم حول بعضهم البعض، ويتم هذا الخلط كأداة لتشويش الجمهور. وعندما يبدأ الساحر في فتح الصناديق، يرى الجمهور صورة مختلطة لجذع الفتاة المساعدة. بالطبع نحن نتحدث عن الأجزاء التي شكلت العارضة المزيفة التي تقع داخل الفتحات المزيفة. رفع ممثل في الشارع. من أجل تنفيذ هذه الخدعة، شخص جالس يجب أن يكون الساحر من سحرة الشوارع. أذكر أني رأيت واحدا منهم في لندن ذات مرة، وحيرني هذا الأمر تماما مثلكم يا شباب. وتبدو الخدعة واقعية جدا، ولكن
أنا أعلم كيف فعلوها. السر في هذه الخدعة هو وجود إطار معدني حول كتفي وتحت ذراع الجاكيت، والذي يساعد في رفع الساحر لأعلى. وهذا الإطار المعدني ملتصق بالعصا التي يمسكها الساحر، والتي بدورها ملتصقة بقاعدة خاصة مخفية في السجادة التي يجلس عليها. قد يبدو هذا مربكا، ولكن هذا رسم توضيحي عن طريقة عمله. ولكن لا يمكن أن تنجح هذه الخدعة من دون استخدام المعدن، لأن المعدن قوي جدا ويمكن أن يرتكز على نقطة واحدة. هذه الخدعة مميزة جدا في وقتنا الحالي، وتبدو مذهلة عندما ترى أحدا يفعلها وأنت تمشي في الشارع. خطوات مايكل جاكسون. بعضكم يتذكر مايكل جاكسون في مقطع الفيديو لأغنيته الشهيرة المجرم الرقيق. قد تتذكر خطواته الراقصة عندما ينحني بزاوية 45 درجة ثم يعتدل مرة واحدة من دون مجهود. يبدو هذا جنونيا، حيث إن مايكل جاكسون يحافظ على وضع جسمه مستقيما بينما يحني كاحليه بزاوية 45 درجة. السر هنا هو الحذاء المصمم خصيصا. ما تم فعله هو أن كعب الحذاء مربوط بإبزيم على الأرض. حينما قرأت هذا لم أفهم ما يقصدون، كيف فعلوا هذا؟ وهذا رسم توضيحي لعمل الحذاء. انظر على هذا الرسم التوضيحي، حينها ستفهم بشكل أفضل. الكوب الخفي. ضع كوبا على الطاولة وقم بتغطيته بمنديل. حينما يترك الساحر المنديل أو يرميه في الهواء، فالنتيجة هي أن الكوب يسقط على الأرض ويختفي. قد يذكر البعض منكم هذه الخدعة. لتنفيذ هذه الخدعة هناك خدعتان في خدعة واحدة. الأولى هي وجود سلك مخيط في المنديل، وهذا يخلق وهما بأن الكوب تحت المنديل. والثانية هي أن الكوب ينزلق لفتحة سرية في الطاولة. قطع الورقة النقدية. هذه الخدعة بسيطة جدا، وبالتأكيد فإن بعضكم قد رآها على التلفاز. يستخدم الساحر قلما رصاص خاصا مقسوما نصفين بشكل مائل ومتصلا ببعضه بمغناطيس قوي، وهذا يسمح بمرور الورقة النقدية بسهولة بين هذين النصفين المغناطيسيين بدون أن يتم تدميرهما. سحب الأرنب من القبعة. لتنفيذ هذه الحيلة فأنت في حاجة إلى أرنب وطاولة مفروشة وقطعة من القماش وقبعة. أولاً خذ قطعة مربعة من القماش الأسود واربط كل زاوية من زواياها الأربع معا بشكل متدلٍ، ثم ضع الأرنب داخل هذه اللفافة التي قمت بعملها. قم بتعليق هذه اللفافة في خطاف وضعها على الطاولة التي ستكون أمامك أثناء العرض. في بداية العرض قم بإظهار القبعة للجمهور، وذلك لإثبات أن القبعة فارغة. بعد ذلك قم بوضع القبعة على الطاولة بحيث تكون فتحة القبعة على سطح الطاولة. والآن يأتي الجزء الأكثر أهمية في هذه الخدعة السحرية. قم بأداء بعض الحركات الخفيفة غير الواضحة لتقوم بعدها برفع القبعة من حوافها ووضع اللفافة تحت القبعة لكي تشتت انتباه الجمهور بأنك لا تقوم بأي شيء مريب. ثم قم بالدوران حول الطاولة. الآن قم برفع القبعة من على الطاولة وأظهر الأرنب للجمهور. جعل الدخان يتصاعد من أصابعك. لتنفيذ هذه الخدعة خذ علبة ثقاب، ثم قم بتقطيع وفصل الجانب القابل للاشتعال ذي اللون الأحمر. قم بطي الجزء الذي قمت بقطعه ثم أشعل فيه النار. دع هذا الجزء يحترق ثم تخلص منه وقم بتجميع بقاياه الناتجة عن احتراقه. إن بقايا الفسفور الأبيض الناجم هي كل ما ستحتاجه لأداء خدعتك السحرية. قم بفرك أصابع يديك الإبهامة والسبابة معا وببطء بهذه المادة الفسفورية. والآن كل ما عليك فعله هو فرك أصابعك معا ليتصاعد الدخان منها بكل بساطة. ثني الملعقة. لتنفيذ هذه الخدعة بنجاح تحتاج أولا إلى إخفاء عملة فضية صغيرة في راحة يدك. عندما تبدأ في الاستعداد لثني الملعقة، أمسك العملة بطريقة لا يظهر منها سوى طرفها. ضع العملة المعدنية أعلى مقبض الملعقة بحيث تبدو للناظرين ببساطة بأنك تمسك بملعقة. ثم قم بالضغط على الجانب البيضاوي من الملعقة عكس اتجاه الطاولة
وكي تترك انطباعا بأنك تقوم بكثير من الجهد لفني الملعقة، وأثناء قيامك بهذا ضع المقبض يسقط من راحة يدك. وبما أن هناك جزءا من العملة سيبقى ظاهرا، فستبدو الملعقة كأنها مثنية بالفعل. كما قلنا سابقا، إنها خدع ذهنية. بما أني قد كشفت هذه الأسرار العشرة للخدع السحرية، فأنا واثق من أنكم قد استمتعتم بهذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.